पारे पाँच। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك ما تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العذاب منكم وتصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن في ذلك عدوانا وظلما فسوف نصلي نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات من دخلكم دخلا غير كريما ولا تتمنوا ما فضل الله ببعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا للنساء نصيب مما اكتسبوا نسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان الاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتهم نصيبا من الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافن نشوزهن فاعذون واجرون في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا ان الله كان عليا كبيرا وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهلي وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب وصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب ما كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا علم لو آمن بالله واليوم الآخر وينفق مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يذل مثقال ذرة ومن يتك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لا تصفى بهم الأرض ولا يكتم من الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جرما إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عليكم عفوا غفورا لم تر إلا الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمينا وعصينا واسمع غير مسمع وراعينا ليا بألسنة وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمينا وأطعنا واسمع وأذنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمن إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزل الله مصدقا لما معكم من قبل أن نتمس وجوها فنردها على أدبارها ونلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم لله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا وانظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيب الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صدع وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير أهل ذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل تعالى إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين علم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعدهم وقل لهم في أمس قولا بليغا وما أرسل من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما ولو أنك كتبنا عليهم لقتلوا أنفسكم ويخرجوا من ديارك ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتينا من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات وانفروا جميعا
وان منكم لمن لا يبطئن فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذا ما كنت معهم شهيدا ولن اصابكم فضل من الله ليقول لك الم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما ولقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتي اجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتل اولئك الشيطان انك اذا الشيطان كان ضعيفا الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله يشد خشيه فقالوا ربنا بل ما كتبت علينا القتال ولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا اينما تكون يدرك بالبطول يكون في برج مشجد وان تصيب حسنه يقول هذه من عند الله وان تصيب مسجد يقول هذه من عند قل كل من عند الله فما لهؤلاء قبل كانوا يفقهون حديثا ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك ارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ومن يطيع من يطيع الرسول فقد اطاع الله وما تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعه فاذا برزوا من عندك بيت طائفه منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيد فاعرض ان توكل على الله وكفى بالله وكيلا افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا واذا جاءهم امر من الامن والخوف او الخوف اذاعوا ولا ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحدد المؤمنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله شد باسهم وشد ذاكيلا من يشفى شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفى شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا واذا حييتم بتحجة فحيوا باحسن منها وردون الى الله كان عليك على كل شيء حسيبا الله لا اله الا هو لاجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أرقص بما كسبوا تريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يذل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سماء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فيتولى فقد مقتلهم حيث وجدتموه ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يسرون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءكم حسر صدور من يقاتلكم أو يقاتل قوم ولو شاء الله لسلطتم عليكم فلا قاتلكم فإن اعتزلوكم ولم يقاتلكم ولا يقاتلكم استملا فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم وأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة ركزوا فيها فلم يعتزلكم ولا يقاتلكم استملكم فقد اقتلوا حيث ثقفتم ولكم جعلنا عليكم عليهم سلطانا مبينا وما كان المؤمن ان يقتل المؤمن الا خطا وما قتل المؤمن الا خطا فتح حرير رقبه مؤمنه ودي مسلمه الى اهل الا يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهم ان فتح حرير رقبه مؤمنه وان كان من قوم من قوم ميثاق فدي مسلمه الى اهل وتح حرير رقبه مؤمنه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعدل عذابا عظيما يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبدعوه تبتغون عرض حياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم يقول فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون للمؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموال وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموال وأنفسهم على القاعدين درجة وكل ما وعد الله الحسنى فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فقالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا لن تكون أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جنة وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبنات لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولأخذوا أحذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لتغفلن عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم من بطن أو كرة مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أشد ذكرا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قيام قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في بداية غائر القوم تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا عليك الكتاب إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم من الله لا حمى كان خوانا اثيما يستقون من الناس ولا يستقون من الله وهو ما عمد بيننا ما لا يرضى من القلب وكان الله بما يعملون محيطا هادم هؤلاء جادلوا معنا في الحياه فما يجادل الله لم يوم القيامه ام يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا او يذل نفسه ثم استغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اثما فانما يكسب على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولله فضل الله عليكم ورحمته لهم الطائفه منهم ان يذلكم ما ذلنا الا نفسه ما ذلنا كم شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك
أن تكون تعلم مكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجاهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين ولما تولى ونسي جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بسم الله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. فقال لا تتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أذلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. وما يتخذ الشيطان وليك من يدون فقد خسر خسرانا مبينا. يعد من يمني وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري تحت النار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب مسوء يجزي ولا جد لهم يدل الله ولي ولا نصيرا. وما يعمل من صالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله فهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما تلا عليكم في الكتاب في تام النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحون ولا مستضعفين من الولدان وتقوموا الى اليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من معلن نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أصلح بينهما صلحا، وأصلحوا خير وأحضروا أنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولا تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا غير الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله وتكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكونوا غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أو أن تعدلوا وتلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لا تقبل توبتهم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا لهم سبيلا. وبشر المنافقين بأن المعذب من أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أبتغون عيدهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثل من الله جميع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا أن نكون معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا أن نستحوذ ذلك ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وذا بذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن ذل الله فلا تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولا تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. ويفعل الله بعذابكم ان شكرتم امنتم وكان الله شاكرا عليما.